طيب، وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة في الأيام القليلة القادمة، احنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، صباح الخير على حضرتك، أهلا بيكي. صباح الخير على حضرتك أستاذ كريم، وكمان أستاذ نهاوند وكل السادة المشاهدين. صباح الفل صباح على حضرتك خير. ويعني واضح إن في تحسن ملحوظ وملموس في درجات الحرارة، يا ترى مستمر معانا التحسن خلال الأيام القليلة القادمة ولا برضو من المتوقع إن يكون في أي تغيرات مفاجئة؟ هو احنا الحمد لله بالفعل بدأنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية، بدأنا نشوف زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس على أغلب مناطق الجمهورية. درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع أحسن بكثير من الأسبوع الماضي، يمكن احنا بدأت ترتفع تدريجيا عن الأسبوع الماضي، هي أقل من المعدلات لكن يعني أحسن بكثير من ذروة انخفاضات درجات الحرارة اللي شهدناها الأسبوع الماضي. الطقس خلال فترة النهار بيكون طبعا بارد على سواحلنا الشمالية، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد. بيكون معتدل الحرارة على المحافظات الجنوبية زي جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده خلال فترة النهار، كمان إن شاء الله في تحسن في الأحوال الجوية خلال فترة الليل ودرجات الحرارة. يمكن احنا سجلنا الأسبوع الماضي 5 درجات على القاهرة الكبرى، الأسبوع ده هتكون ما بين 8 و9 درجات واحتمال توصل ل10 درجات كمان. فالطقس خلال ساعات الليل يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، بيوصل لحد استقاع في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد لأن درجات الحرارة بتوصل لأقل من 5 درجات بعض المناطق الموجودة طبعا في سيناء. كمان بالنسبة للأمطار، احنا الأمطار يعني أكثر تأثيرا على سواحلنا الشمالية للبلاد، هي بتبقى أمطار خفيفة متوسطة على فترات متقطعة، ساعات بتمتد لبعض المناطق من شمال الوجه البحري. غدا إن شاء الله قد تمتد للقاهرة الكبرى، لكنها فرص الأمطار بتكون خفيفة إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، مش هتأثر على أعمال الأنشطة اليومية. فخلال هذا الأسبوع كده الأجواء إن شاء الله تكون مستقرة، يمكن كمان مع يوم الثلاث والأربع نحس بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، درجات الحرارة توصل كمان ل 19 و20 على القاهرة الكبرى، فالطقس هيبقى أحسن كمان إن شاء الله. ممكن أتوقع طبعا في حالة من التقلبات الجوية كده مع يوم الخميس والجمعة القادمين، انخفاضات درجات الحرارة فيها مش هتبقى ملحوظة زي الأسبوع الماضي، يعني ممكن توصل فيها العظمى على القاهرة ال 15 و16، يعني أجواء شتوية كده إحنا معتدين عليها. في كمان نشاط للرياح خلال هذه الأيام هيزود الأول إحساسنا ببرودة الطقس، كمان هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة اليوم وغدا على بعض المناطق الصحراوية الطرق المكشوفة، لكن إن شاء الله ما فيش منه أي أذى. أنا مش عارفة يعني مش هقول ولا ما أقولش، بس خدتي المبادرة اتكلي على الله وقولي على طول. يعني أنا بحس وحضرتك بتقولي إن شاء الله ودرجات الحرارة هترتفع وتوصل لـ20، أنا بالنسبة لي ده خبر حزين جدا، يعني ده مش خبر حلو. أنا بالنسبة أنا بحب حضرتك من محبين الشتاء جدا، يعني بحب الشتاء جدا، يعني الأسبوع اللي فات ده كان من أحلى الأسابيع اللي عدت عليا، يعني أنا ما أعرفش يعني أكيد الناس اللي بتحب الشتاء زيي ولا إيه، يعني أنا حزينة وأنا بسمع إن في تحسن في والله. إحنا مش بنقول ارتفاع، إن هو الارتفاع اللي هيبقى درجات الحرارة بقى ونحس بحاجه، مش هنرجع للصيف يعني عن ال 11 اللي احنا شايفناه الاسبوع الماضي. ايوه مفهوم، تبقى اجواء شتويه، يعني الطقس تبقى خلال فتره النهار معتدل، هيظل فتره الليل شديد البروده، فهي الاجواء الشتويه اللي احنا معتدين عليها. تمام شكرا ليكي جدا يا دكتور.